14 عاماً من الجلوس أمام الكاميرا وبين أوراق التحرير تنتهي الآن، وقبلها سنوات في الصحافة اليومية المكتوبة التي تشكل سباقاً دائم التجدد مع الوقت. نحييكم مشاهدينا الكرام وننتقل معكم بالصوت والصورة في شأن الانفجارين اللذين شاهدهما ماراثون في بوسطن، سقوط مدينة القصير بالكامل في يد الجيش السوري، ورأى أنها تمثل تهديداً سافراً ومباشرا للصحيفة. ما الذي استوجب أن يكون الحكم 4 سنوات ونصف؟ في النهاية مشاهدينا لا يسعنا القول إلا أن نتمنى النصر وأن للجيش اللبناني وأن يحمي جنوده. ابقوا معنا للإطلاع على كل جديد، وشكرا للـ LBCI دفء الصدر، وإلى اللقاء دائما. تحبكم الإعلامية دلال أبي حيدر، أهلا وسهلا فيكي. ما بعرف مين لازم يرحب بالتاني، أنت اللي لازم ترحبي فينا. 14 سنة بالـ LBCI، عمل متواصل من الصبح لليل، هالوفا هالمحبة اللي بتكنيها للـ LBCI مش بس نحن بنشعر فيها، أيضا المشاهدين بيقدروا يحسوا. وأنا بدي أنطلق من أول مشهد شفناه هلأ بالفيديو، لما أنا وصلت لهون كنت سبق وأنك أعلنتي للمشاهدين خبر انتقالك من الـ LBCI. سمعنا هون هيسا، سمعنا في وجوه كانت عم تبكي. ما بنسى أبدا هذه اللحظات دلال، كأنه مبارح. بنشتاق لك نحن والمشاهدين، دايما بنشتاق لك، والفراغ يلي تركتيه بالـ LBCI أكيد هيدا فراغ كتير كبير. حابين هيك ما بعرف تخبرينا دلال شو حامل معك ذكريات هالستوديو، هيدا الستوديو يلي أكيد الحلو والمر قطع فيه أحداث وذكريات ومشاعر أكيد. شوفي، أول شيء بشكركم كتير على المقدمة يلي كتير حلوة، سواء اللي قلتيها ولا التريلر يلي عاملينه، thank you very much. عم ترجع وتعيشوني عن جد لحظات كانت يعني حتى عن جد، خصوصا الوداع رجعتوا عيشتوني إياه. ليكي أنا بالوداع قلت أنه عم بترك كأنه بيت أهلي وروح على بيت زوجي، ودايما واحد ما إله غنى عن بيت أهله، وبضل يعني لازم يضل يطلع عليه ويجي، وبرجع بقول ما إله غنى عنه. عن الذكريات مثل ما قلتي، أكثر من ذكريات هي حياة، عن جد كانت حياة. أنا مقضية بالـ LBC يعني ساعات أكثر ما كنت أقضي بالبيت، وأكثر فترة هي اللي بتحسي بتقل المسؤولية لما بيكونوا والديك. يعني مرقت بمرحلة الوالد ورجعت الماما، مرقوا بفترة مرض كتير قوية، فصدقيني ما كنت فرس، كنت نعمل شيفتس أنا وإخواتي. بس تيجي أختي أنا ما يعني أنجى أمرق على البيت وإرجع إجي أعمل دوامي بالليل، وكان عنا دوامات وقتها بالليل بمعنى نعمل نايت أوفر، أو بالأحرى أوفر نايت، يعني بمعنى نجي 6:30 بعد الظهر ونفل 7:30 الصبح. LBC هي أنا لإلي طبعاً منا كانت أول مؤسسة بشتغل فيها، بس كيف بتقولي يعني الكلايمكس يعني القمة تبع مهنتك أو حياتك المهنية، يعني بين صحافة مكتوبة مسموعة جيت على LBC، كل خبرتي السابقة صارت بالLBC، ورجعت الLBC عطتني الدفع القوي وطبعاً الإكسبوجر يلي الكل يعني كل يثني عليه. هيدا الحضور يلي كنت يعني عم تقدميه عبر شاشة الLBCI. بس الملاحظ دلال إنه بعدك بتحكي عن الLBC وكأنك بعدك فيها، مع إنه بحبكن هي آخر كلمة قلتيها على الشاشة واختتمت مشوارك المهني عبرها. قديه بتحسي صعب الواحد يتخلص من انتمائه حتى لو بعد بالمسافة؟ ليكي الانتماء برجع بقول لك عن جد بعتبرها، يعني هذا لا ما بدي انفهم انه انا اقل انتماء للمؤسسه اللي صرت فيها اللي هي سابس نتورك اوف سكولز، رح اسمح لحالي اولى. ولكن طبعا 14 سنه برجع بقول هن مش قصه سنين مهنيه، هي عمر، هي حياه، وطبعا هن معلمين فيكي. وايه اوقات بعدني بحكي يعني مع الناس حوالي بقول عنا او بالLBC بعدني ما كثير تخطيتها، بس برجع بقول لك بتصير عندك نمط حياه طبعا بيختلف، بس هناك مثل ما بنقول باشن للصحافه، هيدي يعني طبع بتصير هي فيكي. دلال قدمتي نشرات الاخبار وكنت رئيسه فتره أو بروديوسر بالفترة الأخيرة تقريبا، خبرينا عن صناعة وتحرير الخبر، كيف بتصير عادة؟ وهون قبل ما بلش اللي كمان بدي وجه تحية للزملاء البروديوسرز بالLBCI، هلا ومنال ومالك.
لأنه عن جد القيمين أو هن البروديوسرز هن بحق وحقيق الجنود المجهولين خلف كل نشرة أخبار، لأنه هن إذا بدك كل التقل، هن المرجع لكل شيء، للنق للشكوى وطبعاً المرجع لأي خطأ ممكن يطلع بالنشرة. البروديوسر هو أول من يسأل وأول من يحمل المسؤولية كائناً من كان اللي ارتكب هالخطأ، إنه أنت كيف ما شفته. فالبروديوسر هو ببلش طبعاً في شيفتس، ولكن ببلش شغل قبل الظهر بحضر لنشرة الليل، وبيكون هو عم يشتغل لنشرات النهارية، فبيتواصل مع المراسلين، هو صلة الوصل بين رئيسة التحرير والمراسلين، إذا واجههم أي مشكلة بده يحاول يعني يحلها طبعاً بالتعاون مع زملاء آخرين، بده يساعد رح أقولها بالإنجليش لأن بالعربي شوي سئيلة، يعني العصف الفكري البرين ستورمينج، يعني عندهم موضوع بيتشاركوا بالتفكير كيف بدنا نعالجه، شو رأيك تعمل هيك، يعني كل شيء بتشوفوه النشرة كما هي موضبة أز نشرة بيكون لازم البروديوسر يكون مطلع عليها قريها، حتى عنده مسؤولية أنه يعطي الموافقة بين مزدوجين، لأنه مثل ما قلت هو أو هي المسؤولية. من سيحمل المسؤولية منا هينة يعني أبداً أبداً. بس أنت دلال خلال مسيرتك الـ 14 سنة ما قدمت نشرات رئيسية على الساعة 8 المساء، بس الكل بيعرف دلال أبي حيدر، يعني إذا ما عرفها من شكلها بيعرفها من صوتها كمان، صوتك علامة فارقة. وين بتحسي السر بهيدا الموضوع؟ ليك يمكن هاي الشغلة الوحيدة بسمح لحالي إني مش تبجح، بس عن جد عبر عن افتخاري فيها، إنه الحمد لله مع إنه مثل ما قلتي أنا ما طلعت بالنشرة الرئيسية وبكل تلفزيونات طبعاً في ما يعرف بالتعبير التقني برايم تايم، ما طلعت، ورغم هالشي قدرت إنه أعمل حيثية ما، مكاني ما في عالم الإعلام والصحافة، مثل ما قلتي غريس من صوتي، وعن جد هيدا يعني أوقات بكون بمولز أو وطبعاً واحد ما بيكون بشكله كمذيعة، فمن صوتي بيقدروا يعرفوا إنه كتير. كمان بلاقي ثناء على إنه كيف كنت أقرأ الأخبار، بيحبوا كيف كنت أقرأ إنه قال فهم وبريح، يعني طبعاً الأخبار كلها مقاسي للأسف. طبعاً فهيدا عن جد بسمح لحالي إنه كتير افتخر فيه. بتقولي لي شو السر؟ ما بعرف، بس أنا من الناس اللي بيشتغلوا كتير على حالهم كتير ولآخر لحظة، وبعدك لهلأ وبعدني لهلأ. هو الأهم الأثر يلي بيتركه الإعلامي بقلوب وذهن المشاهد والمتلقي. شو عم تحضري هلأ؟ شو عم بتتابع على الشاشة؟ شو أكثر شيء عم يلفتك؟ أي نشرة أخبار؟ بعدني على الأخبار. من المسترجية قلك إياها دلال، لا بس أنا بس بعتمد بحق إلا نقولها ليك باشن الأخبار بعده هلأ. أنا بطريقي لأنه بيتي بعيد عن موقع شغلي، يعني بتاخذني على القليل بسمع نشرتين أخبار الصباح، أوكي، مع أنه يمكن يكونوا ذات الأخبار بس بسمعهم من مصدر بطريقة مختلفة وصياغة مختلفة، فدايماً عندي بعدني متابعة. أما النشرات المسائية لا طبعاً، الأولية للـ LBCI، ومثل ما قلت لك بعدني بقول عنا بالـ LBC بس طبعاً لأنه كمان هو طبعيك، ففيما يسمى إذا كان الوقت بيسمح لي عندي نيوز أور، يعني بحاول شوف طلعات أو مقدمات النشرات على مختلف تلفزيونات، لأنه طبعاً منهم تقدري تعرف الاتجاهات السياسية لكل قناة، ولكن التفاصيل أو التقارير المعلومات طبعاً LBC LBCI أي. لا طبعاً. والبرامج شو عم تحضري؟ صراحة مش كتير تكون صادقة، أنا من زمان مش من هلأ كتير بحب أحضر يعني برامج إنتاج محلي، سو أكيد عم بحضر الحب الحقيقي بس بشكل متقطع وغير هيك حسب وقتك. إيه صراحة كتير قليل، بتحلى الحياة وبتحلى الحياة بس ما رح أخفيكي أوقات بحضر الإعادات لأنه أنا بخلص شغلي على الخمسة كتير لحتى أوصل. على كل حال كتير نسبة من المشاهدين بيحضرونا بس الصبح بالإعادة عم سوري يعني بس لأنه حسب وقته صح ودوامه. أي نشرة أخبار عم بتحضري هلأ دلال؟ نشرة أخبار مش نشرة أخبار، أنا يعني اللي بيتذكر بكلمتي وقت ودعت المشاهدين قلت رح كون إذا الله راد قريبة بعيدة عن الإعلام، وهو هيك صار. مثل ما ذكرت أنا هلأ صرت المسؤولة الإعلامية بشبكة مداري السابس،
وإحدى هالشبكة أو إحدى مدارس هالشبكة اللي هني 57 حول العالم. معلي بس هون بعرف في يمكن restrictions، بس هون بدي أقول كفخر للبنان إنه لبنانية، وأنا عن جد بعتبرهم سفرة للبنان، إنه 57 مدرسة حول العالم لبنانيين أسسوها ويديروها وإلى ما هنالك. فبس بحب وجه تحية وبفتح أوصين إنه كتير مبسوطة إنه أنا من بيت أهلي، حيث كنت مع رواد بعالم الإعلام اللي هو الشيخ بيير ومدام رندا، بكل فخر كمان انتقلت لرواد بعالم التربية اللي هني عائلتي سعد وبستاني. على كل حال التربية والإعلام هو رسالتين صحيح. بالحياة مؤخراً كمان تم تكريمك من قبل تلفزيون نور الشرق وقدموا لك أرزة عربون تقدير، وين زرعتيها؟ أكيد بقلبي هيدا طبعاً، وبالبيت. وشو بتخبرينا أكثر عن هالإيفنت؟ هيدا الإيفنت، ومشكورين كمان طبعاً للتلفزيون. هيدا التلفزيون يعني فيه برامج لمختلف الطوائف طبعاً المسيحية، وكلنا منعرف أنه كل طائفة في عندها عدة فروع. في برنامج بقدمه راعي كنيسة الفادي المعمدانية القسيس جابي عبيدي، بيستقبل فيه يعني ضيوف من مختلف الميادين، السياسة، الفن، الإعلام، حتى قساوسة يعني رجال دين. فهو إذا بدك بآخر موسم حب أنه يكون في نوع من تكريم، طبعاً هو وإدارة نور الشرق، يكون في نوع من تكريم لها ضيوف، من بينهم كان دولة الرئيس إلي الفرزلي، أستاذ غسان مخيبر، فنانين سامي كلارك، وإعلاميين طبعاً. وكنت حضرتك وكنا متابعينك على السوشيال ميديا والأخبار يلي انتشرت حول هالمناسبة. أنا بدي أرجع شوي لموقعك الإعلامي بالمجال التربوي. قدي مهم يكون في قسم متخصص بالإعلام ضمن المناهج التربوية والأكاديمية بشكل عام، عم نحكي بالمدارس دلال. شوفي بالمناهج يمكن واحد بده يكون كتير دقيق وكتير حريص، لأنه بالنهاية أنت بدك تعطي المبادئ اللي يعني حتى اللي يجب أن لا يكون هناك أي إذا بدك آراء مختلفة، لأنه عن جد عندك مسؤولية، عندك مسؤولية تلاميذ، عندك مسؤولية أجيال، يعني ما فيك تقدمي شيء وجهة نظر كما أنت بتقدمي لهم المناهج بالمواد الأخرى. بقلب المناهج واحد تكون كتير دقيق، أما بتقولي لي كمؤسسة تربوية فطبعاً نحن بالنهاية بعالم التكنولوجيا، بعالم التواصل، السوشيال ميديا، وطبعاً مدارس كلها بتشتغل على النشاطات من مثل ما بنقول اللا صفية، يعني المسرحيات، وكمان حتى يعني المسرحية بس بتكون ذات بعد تربوي إنساني، يعني بيكون التلميذ عم يتعلم ولكن مش بالصف. فهون بيجي الإعلام إذا بدك، أو دور المسؤول الإعلامي ليضوي على هالأمور، وطبعاً تضوي إذا بدك بتساعدي بشكل الأمور التربوية، ولكن برجع بقول يلي مش بالصف. يعني أنت فيك تجيبي أبحاث تحطيها على الويب سايت تبعك، تساعدي الأهل يمكن تعطيهم أفكار بمشاكل عم بيواجهوها مع أولادهم، هون بيصير إذا بدك التعاون. يعني في بحث ورشاش عم بتقومي فيه بشكل طبعاً متواصل. طبعاً برجع إليك، ولأن كمان هي مسؤولية عم تتعاملي مع تلاميذ، مع طلاب بمقتبل العمر، وبيكونوا إذا بدك بيئة طيعة ليتقبلوا كل شيء، فبدك تكوني كتير دقيقة إنه شو تعطيهم. طبعاً ولاد صغار كمان دغري بيستوعبوا وبيفهموا القصص على ذوقهم، بدك تضلي وراهم. دلال أكيد عم تتواصلي مع كل اللي بحبوك عبر السوشيال ميديا، بس شو اللي بخليك ترجعي على الشاشة؟ صدقيني ما فكرت إنه شو ممكن، إنه أنا تركت الشاشة شو ممكن يرجعني. صدقاً ما بعرف، يعني ما فكرت بهالأمر. الشاشة حلوة ما بقلك لا، مش كتير، لأنه ليكي ولا مرة أنا كانت الشاشة هالقد، يعني في تعبير بقول عشتها إنه واو أنا ستار، أو أنا خليني أقول بابليك فيجر معروفة إلى ما هنالك. ولا مرة صدقيني كنت عايشة حياتي مثل ما أنا بحب عيشها، فبحن لله لا عادي، لأنه قرار أخذته بكتير قناعة، يعني ما كنت مجبرة الحمد لله. وفاجأت كتار يمكن ما بخفي عنك بقراري، لأنه يعني عفاف صراحة يمكن حتى بمجتمعنا كتير قليل يعني مذيع، يعني بعز عطائك دلال تركتي ليك
بس كمان من ميلة تاني بتحسي بمرحلة معينة من حياتك المهنية الحمد لله حصلتي على كتير أمور وأوقات حلو إنك تعملي يعني ستاب. نوع من إيه ستاب أو خطوة أو تغيير أو نقلة أو نقلة هاي هي الكلمة فبمرحلة إذا ما عملتيها بهالمرحلة ببطل فيكي تعمليها عرفتي فكان وقت يا هلأ يا خلص يا بضلني مثل ما never. أنا يعني كان بالوقت المناسب يعني أنا هيك برأيي وإلا يعني يبضلني مثل ما أنا بالـ LBC حسبي مذيعة وطبعا مذيعة ما رح ضل بالنهاية في كتير ظروف كنت مستلمة يعني أصلا أنا قبل ما أترك الـ LBC كان قل ظهوري على الشاشة بحكم أني صرت بروديوسر المسؤولة يعني عرفتي لو هالقد أنا يا لطيف أنه ما بستغني عن الشاشة كنت أطلع 5 أيام صرت أطلع يومين فالحمد لله ومثل ما قلته يعني وبرجع بقول إكسبوجر حصلت عليه والمحبين كتار الحمد لله وعم بيتابعوك اكيد ونحن بنتمنى تكوني سعيده وين ما كنتي تسلمي بالاخر تسلمي. هيدا قرارك ونحن بدنا نحترمه ما عندي شك ما عندي شك دلال بدنا نحكي شوي عن العائله حضرتك مزوجه من 3 سنين ومثل ما ذكرتي ببدايه لقائنا معنا مبين الجرح الكبير كتير. يلي انترك من خلال وفاه وترك يعني رحيل اهلك ان كان الوالد بال 2009 والوالده بال 2011 قد ايه برايك العائلة مهمة كتير 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 أكتر ما يعني أكتر ما بقدر أعبر لك خصوصا لإلي الحمد لله نحن 5 أولاد وكتير مقربين من بعضهم وهلا أنا الصغيرة وصراحة واجهت كتير مشاكل بحياتي المهنية هلا مش وقتها يمكن واحد يعني نطرحها بس لو مع عائلتي عن جد لو مع عائلتي يمكن ما قدرت ضاين بكل شيء هن حاضرين بحياتي ما في صدقاً ما بقدر أعبر لك قد ايه العائلة مهمة لإلي قديش دعمهم تفهمهم بس هيدا الدعم اللي ما ممكن تلاقيه طبعاً مع احترامي يعني أنا هون ما عم حيّد زوجي بس لأن سألتيني عن العائلة لو ما دعمهم لإلي بكتير ظروف ما كنت أكيد ما كنت وصلت للي وصلت له أبداً دلال قد ايه أنت على تواصل مع أخواتك؟ أنا هون بسمح لحالي أقول لما كنا نلتقي بالتلفزيون قد كل واحد بيمرق بمشاكل بيمرق بحالات معينة نشوفك كيف كنتي بهيدي المرحلة ولكن قد تكوني قوية قد تضلي على اتصال دايما عم تحكي مع أخواتك دايما في هالعلاقة المتينة مزبوط. يلي بتربطكم كنا نحسها نحن كزملاء معك بالتلفزيون قد مع الوقت ومع النضوج بتحسي إنه هالعلاقة بتصير أقوى أكيد ونعرف قيمة بعضنا أكثر كتير كتير حقيقة أنا بفترة نحن مثل ما قلت لكم 5 كان 3 من 5 مغتربين بعدين صاروا 2 وبعدهم لهلأ أنا عندي أخوين مغتربين فبالعكس مثل ما قلتي بتصير نضوج أكثر وبتعرفي بالقيمة أكثر بكل لحظة بتعرفي أنه ما رح تصير لك مرة تانية وحتى لهلأ في واحد من إخواتي سليم حبيبي يعني أوقات بقول له أنا طالعت لك بالسحبة شو ما كان لازم أخذ رأيه عن جد من صغير من شيء صغير لكبير ولأن ذكرت سليم لازم أذكر أختي سنة ماني عم حيد إخواتي خلاص أذكريهم بعد اثنين بس سنة ليكي سنة أنا ضلينا أنا وياها آخر شيء بالبيت أنا تجوزت هي ما تجوزت سو كل شيء مرقنا فيه مع الأهل مع هيدا كنا أنا وياها وبعدها لهلا أنا تجوزت وما فيي خبرك هلا جايين اخواتك يعيدوا معكم اللي بامريكا للاسف سنة رايحه على امريكا أوه. بس بدبي اذا الله راضيين نحن اكيد ما نتمنى لكم دائما ضلوا مجموعين ومع جوزك كمان ميري كريسماس وان شاء الله هالفتره اللي قطعت ما تعود تقطع فيها للجميع ويكون العيد حلو عليك وعلى كل اللي عم يحضرونا يا رب وانا بدوري كمان بدي اتشكر حضورك معنا دلال انت ببيتك من عايدك وكل اسره بتحلى الحياه والLBC هلا كل الرجي بيوصل لك سلاماته ومعايدته لك ولعائلتك ولاخواتك ان شاء الله تكون سنه خير يا رب للجميع انا كثير بشكركم ومعليش اسمحوا لي بدي اوجه تحيه للكل بالLBC من دون استثناء طبعا لبروديوسر بتحلى الحياه نادين وللمخرج بول وشكرا لانه فكروا فيي وانه هيك رجعوا اذا بدك عزموني على عشاء ما راح اقول زياره لان مثل ما قلت انا دائما بيجي وهالشي بينسحب على شيخ بيير ومدام رندا والجيل الجديد جوي وري
مثل ما قلت باخر الوقت ودعت، بحبكم وعن جد بحبكم ورح ضل حب ال بي سي. ونحن بنحبك اكثر واكثر دلال. اهلا وسهلا فيكي. انا بشكركم كثير.